لقاءات مستمرة للجنة العليا للطوارئ وتعميمات وإجراءات متخبطة تصدرها اللجنة وتحمل أعباء هذه الإجراءات السلطات المحلية بالمحافظات دون أن تقدم لها الدعم اللازم للتنفيذ. على هذه القرارات تصدر السلطات المحلية تعاميم للمكاتب التنفيذية للبدء في عملية التنفيذ دون أن توفر للمواطن أبسط حقوقه كاستمرار التيار الكهربائي دون انقطاع، ولكن تحمله أعباء فوق طاقته كالإجبار على إغلاق المحال التجارية والمتنفسات وغيرها. وعلى هذا وجه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي محافظي المحافظات بتقديم الدعم والمساندة مكاتب الصحة والإشراف على تجهيز مراكز الحجر الصحي وفرق الترصد الوبائي والتنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية لتسخير إمكانياتها لمكافحة هذا الوباء، وكذا تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجامعات لتنفيذ الحملات التوعوية وتفعيل وحدات خفر السواحل الأمنية للحد من ظاهرة وصول اللاجئين. وأصدرت مصلحة الهجرة والجوازات تعميما لمدراء فروع المصلحة بشأن تعليق العمل بالفروع حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من تفشي وباء كورونا، كما أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت تعميما قضى بتقليل ساعات العمل والعمالة إلى الحد الأدنى للقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والجمعيات، وعدم استقبال أي شكاوى العمل أو أي نزاعات بالمكتب خلال الفترة الحالية. كما قضى التعميم بتعليق عمل اللجنة التحكيمية بالمكتب واللجنة الإشرافية للاجتماعات الانتخابية وتعليق العمل بالدور والمراكز الأسر المنتجة. وفي المكلا أصدرت إدارة الأمن تعميما لمسؤولي صلاة الأعراس والمناسبات والاجتماعات ومسؤولي الحدائق العامة بالمدينة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قضى بتعليق كافة الأنشطة الرسمية والشعبية أو أي مشاركات أو تجمعات حتى إشعار آخر على أن تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات الصارمة ضد المخالفين. وأصدرت حملة خليك بالبيت البيان رقم 1 اتجاه مستجدات وباء كورونا بمحافظة حضرموت، وأقرت في البيان حزمة من القرارات والإجراءات لمواجهة هذا الوباء. وكان أعضاء لجنة حضرموت ضد كورونا قد التقوا بمجلس إدارة مؤسسة المسيلة للتجارة والخدمات النفطية لتنفيذ نزولات ميدانية تثقيفية لرفع وعي المواطنين بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.